للمزيد ينضم إلينا من رام الله الدكتور أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أشرف، بعد التحية أبدأ معك من هذه الأخبار التي تشير إلى اجتماع ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمناقشة حول الأوضاع في قطاع غزة. ما الذي ربما يدور خلال هذه المحادثات؟ هو تنسيق أمريكي أوروبي من أجل أن يتم يعني الوصول إلى هذا الاتفاق وتطبيق مقترح بايدن باتجاه وقف هذه الحرب والرؤية الشاملة. يعني أقول يعني التصور ليس له علاقة فقط بما يجري الآن من حرب وإبادة ومجازر، وإنما تلك النظرة المستقبلية لعودة الدور الأوروبي الأمريكي باتجاه المنطقة، أخذين بعين الاعتبار أن هناك تراجعا خصوصيا يعني في قدرة الولايات المتحدة على ممارسة مزيدا من الضغوط مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. هذه مرحلة حرجة ووقت حرج، قد لا تستطيع الولايات المتحدة إذا أجلت كل إجراءاتها يعني وطريقة تعاملها مع نتنياهو والذي بدأ يعيش في أوقات صعبة إذا ما استقال، ويعني واحتمالية أن يخرج بيني غانتس من مجلس الحرب، هذا يعني قد يجعل الوضع معقد على الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا هي تلجأ عمليا إلى مسودة ذلك القرار باتجاه مجلس الأمن الدولي ريثما تحدث نقاش ما في داخل مجلس الأمن الدولي، وهي رسالة تهديد لإسرائيل أنا أعتبرها، ولكن هذا يحتاج إلى نقاش مع الشركاء الآخرين وأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي لكي تكون هذه الوثيقة تتضمن يعني إعلانا واضحا وصريحا حول وقف هذه الحرب الدائرة. ولهذا أعتقد أن الأمريكي يحتاج الفرنسي، لأن أبعاد الحرب ممتدة بالمنطقة وتحديدا في لبنان، ونحتاج يعني فعلا إلى تسوية سياسية كبرى فيما له علاقة بلبنان بالقرار 1701، وبالتالي يعني نظرة شاملة متفحصة لكل القضايا الإقليمية وليس فقط يعني ما يجري من حرب في قطاع غزة، وإن المدخل هو ذلك المقترح بأبعاده وتفاصيله. لكن دكتور أشرف، هل الأوضاع في الحدود الإسرائيلية اللبنانية حتى الآن متعلقة بالعدوان على قطاع غزة؟ يعني دعني أسأل السؤال بطريقة أخرى، إن توقف بالفعل إطلاق النار في قطاع غزة وقبل الطرفان مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، هل ستتوقف التوترات والتصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أم أنها باتت وضع مختلف ومنفصل عن ما يحدث في قطاع غزة؟ أولا لنوصف وضع هذه الجبهة، أصبحت أو انتقلت من جبهة ردع وقواعد وحدود اشتباك محددة إلى جبهة يعني خطيرة جدا وتؤرق الجانب الإسرائيلي وجبهة رعب لإسرائيل، هذا ما يجب أن يقرأ. بفعل يعني العمليات العسكرية التي تصاعدت وتنوعت بأدواتها وبأسلوبها وباتساعها، ونلاحظ طبيعة التهديدات الإسرائيلية. هذا مرتبط بمسألتين، أولا طبيعة يعني ضمانات تنفيذ إسرائيل لاتفاق الهدنة إذا ما تم الاتفاق على هذا المقترح، وبما يتضمن ذلك بالضرورة أخذ لبنان بعين الاعتبار في إطار تلك النظرة الشاملة. أضف إلى ذلك طبيعة من سيحكم إسرائيل، وهل تلك الأحداث والتفاعلات الداخلية خلال الساعات القادمة، أي بعد خروج بني غانتس من الحكومة من مجلس الحرب عفوا ومن الحكومة كذلك، وبالتالي ينهار مجلس الحرب بتشكيلته الحالية، هل سيكون ويترافق مع ذلك تفاعلات داخلية ديمقراطية أو غير ديمقراطية تسقط هذه الحكومة وتحل الكنيسة؟ هذه أسئلة مرتبطة عمليا بطبيعة من سيحكم إسرائيل، أم سيبقى نتنياهو وائتلافه الحاكم قادرين على إدارة مجلس حرب بحلفاء جدد، وبالتالي يذهبوا باتجاه التصعيد، لأن هذه حرب سياسية كما يقول المجتمع الإسرائيلي والمحللين الإسرائيليين، وليس حرب عسكرية بالمعنى العسكري والميداني. هذه الحرب يعني انتهت ولم تأتي بتلك النتائج ولا بصورة النصر ولا بتحقيق الأهداف المرجوة منها، ولم تستطيع إنجاز المهمة، بل المؤشرات في إسرائيل تقول أن إسرائيل تتجه نحو الانهيار بفعل هذه الحرب، يعني سواء كان في قطاع غزة وتلك الجبهات المفتوحة على أكثر من صعيد، سواء كان عسكري ميداني وباقي الجبهات أو السياسي والقانوني، والآن يترافق عمليا مع رغبة ونية وجدية إنجاز التعبير أكثر أمريكية لوقف هذه الحرب والضغط على الحكومة الراهنة. إذن يعني طبيعة يعني مسارات الأحداث في المنطقة، ونحن بين مسارين، إما مسار الاندماج والشراكة والتعاون
ويعني كما يقول الأمريكي يعني أو مسار التصعيد. وثبت بالضرورة أن إسرائيل تخشى بشكل أو بالمعنى الاستراتيجي هي غير قادرة على التصعيد، وإن لديها بعض الأدوات والإمكانيات العسكرية بالمعنى العسكري تستطيع أن تخوض قتال ما مع لبنان، ولكن هل هي تستطيع فعليا إبعاد حزب الله عسكريا إلى جنوب الليطاني أو إلى شمال الليطاني عفوا بتطبيق القرار 1701 الذي تخترق إسرائيل يوميا من خلال تلك الغارات واستخدام الأجواء اللبنانية؟ هذا دليل واضح حتى في قصف سوريا. هذا كله يعني مرتبط بعوامل المستقبل، والعامل الأساس ونقطة الانطلاق هو مسألتين كما قلنا، موضوع يعني الاتفاق وكيف يتم إنجازه وضمانات تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع أمريكيا و يعني وحد يعني والوسطاء كيف يكون لهم دور جدي، وتحديدا مصر في تلك الترتيبات سواء كان الراهنة والآنية أو يعني النظرة المستقبلية لمجمل القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وطبيعة التفاعلات في إسرائيل، وهل ستفرض المؤسسة العسكرية التي تعلم تماما طبيعة يعني الأزمة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي نفسيا ومعنويا وجهوزيا لأي معركة قتال باتجاه جنوب لبنان. ونلاحظ أنه في عندهم مشكلة في تجنيد الاحتياط وانخفاض في أعداد الدبابات إلى الخط الأحمر، أضف أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية كانت تفكر دائما بخوض حروب محدودة وقصيرة المدة، أضف يعني نقل المعركة إلى أرض العدو، وهذا يعني هذه الصيغة الآن يعني غير متوفرة، وبالتالي الوضع العسكري الإسرائيلي عليه 500 علامة استفهام من المحللين العسكريين الإسرائيليين بعدم القدرة. أم هؤلاء الحمقى إذا ما استطاعوا أن يستمروا في السيطرة على مفاصل الحياة السياسية في إسرائيل قد يأخذوا الأمور نعم إلى تصعيد آخر، ولكن يعني حسب كل القراءات ومن يفهم عقلية نتنياهو وهو بالآخر سياسي يستطيع أن يحسم الخيارات، ولكن قد تكون في ربع ساعة الأخيرة. يأتي هذا في إطار وزارة الخارجية الأمريكية التي تكشف عن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المنطقة خلال الأيام القادمة. تزايدت بطبيعة الحال هذه الزيارات من قبل المسؤولين الأمريكيين أو الدبلوماسيين أو حتى يعني الوزراء المختلفين، بالتحديد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين زار المنطقة مرات عدة. ما الذي ربما تحمله هذه الزيارة من جديد؟ يعني أعتقد أنها ستبحث في كل تلك المسارات والأطروحات التي كانت يعني سابقا هي محط اهتمام وزيارات بلينكين، وأهمها وقف الحرب. ولكن وقف الحرب دعني أقول بشكل واضح وما يؤرخ الجميع هو اليوم التالي والتفاهمات على مستقبل قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة. هذا يعني كما قلت قبل قليل يعني رؤية مزيدا من الاندماج والشراكة والتعاون والتنمية والاستقرار، هذه الرؤية التي تحاول أن تبحث عنها الولايات المتحدة. ولكن كيف سيبحث يعني اليوم التالي دكتور ولا يزال الطرفان لم يقبلا بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل رسمي؟ يعني هذا هو سؤال نعم غاية في الأهمية، وأشكرك على هذا السؤال. وهل سيترافق ذلك؟ يعني كما نقول هناك ساعات فاصلة، هناك يعني الولايات المتحدة تبعت أكثر من أسلوب للضغط على نتنياهو، نعددها مع بعض. أولا يبدو أنها حشدت مجموعة من الدول الحليفة وخاصة الأوروبية وكندا وأستراليا وغيرها من أجل هذا المقترح. أضف إلى ذلك كثفت الحضور السياسي والدبلوماسي والتنسيق والاتصال مع كل الأطراف فيهم الوسطاء. أضف إلى ذلك يعني تقويل نتنياهو بأن هذا المقترح مقترح إسرائيلي وهذه وثيقة إسرائيلية بالأساس، وبالتالي يعني جردت نتنياهو من أي إمكانية للتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي. إذن يعني فلنفترض أن هذه الجهود، هذه العوامل الثلاث، هذا السلوك الأمريكي يرتبط بالضرورة بمزيدا من الضغط، والمسألة الأخرى هي تذهب باتجاه مجلس الأمن الدولي. إذا ما رفض نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية هذا المقترح، أعتقد أن حركة حماس بشكل أو بآخر بضمانات من الوسطاء وبنقاش يعني شفاف مع مصر وقطر بهذا الاتجاه قد يعني تنزع هي والأطراف الإقليمية حجة أن يتم تحميلها المسؤولية حتى أمام الأمريكي، لكي يدفع الأمريكي إلى تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي سيكون هذه المرة حاسما وملزما وواضحا
باتجاه وقف الحرب ويفرضوا على إسرائيل وعلى كل الأطراف. ولكن نحن نعلم أنه سيفرض على إسرائيل، لأن من يعطل ويعرقل ويفشل هو الإسرائيل. هل سيأتي بلينكين لتنسيق هذه الخطوات مع المنطقة؟ أنا أعتقد ذلك، لأن هذه الخطوات تحتاج إلى أولا يعني المنطقة تكون رؤيتها واضحة ومنسقة فيما بينها بالمواقف والخطوات العملية التنفيذية لهذا يعني لهذا المقترح وما سيتلو ذلك. رغم ولهذا يبدو أن الولايات المتحدة تراهن على التفاعلات الداخلية في إسرائيل، وهذا يعني قد يكون عاملين كما قلنا، إما بوسائل ديمقراطية أو بوسيلة غير ديمقراطية عبر التظاهرات والجمهور باحتشاد المعارضة الرسمية والمعارضة غير الرسمية في موقف واحد جماهيري شعبي، أو قد يكون في هناك موقف ما من المؤسسة العسكرية التي تدفع الثمن والتي تشير يوميا بصعوبة قدرتها على تحقيق أهداف عسكرية بعيدا عن رؤية سياسية واضحة خاصة بما له علاقة في قطاع غزة. ولاحظنا أن هناك محاولات يعني فيما له علاقة بإدارة القطاع، إدارة مدنية، يعني أساليب ومقترحات بالتعامل مع العشائر، هذا كله عمليا لا تحقق الوطنية الفلسطينية. ولهذا هو يعلم تماما أنه يتخبط بفهمه لا يعني لليوم التالي، أو قد يكون يعني السيناريو الأسوأ هو احتلال دائم لقطاع غزة، موضوع التهجير يكون قائم وبفعل يعني قتل كل أشياء وتدمير كل أشكال الحياة في قطاع غزة، وبالتالي يعني المواطن الفلسطيني يضطر لمغادرة القطاع حتى لو توقفت العمليات العسكرية، وعودة الاستيطان وتفجير الأوضاع كذلك في الضفة الغربية وباقي الجبهات. يعني هذا يعني احنا نحن امام سيناريوهين، ويعني لا تحتاج الى اجتهاد وتحليل وتنبؤ كبيرين بهذا الموضوع، لانه لا حلول وسط الان الا بوقف الحرب. وقف الحرب هي تلك الوقفه التي تفتح الامور نحو رؤى المستقبل البعيده عن الصدام والتوتر والحرب التي بدات تاخذ اشكال مختلفه ومخاطرها بدات يعني تمتد الى كل المنطقه. دكتور يعني اشرف، أيضا فيما يتعلق ب يعني لأنك ذكرت مجلس الأمن والمسار الدبلوماسي، هناك علاقة متوترة الآن ما بين إسرائيل والأمم المتحدة وبالتحديد الأمين العام للأمم المتحدة، خاصة بعد إدراج إسرائيل تحت أو في القائمة التي يعني الدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وبطبيعة الحال ذلك بعد الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وألاف من الأطفال الذين يقتلون منذ 7 أكتوبر. بماذا ربما هذه العلاقة تؤثر على مسار التفاوض ومسار المحادثات وأيضا على اندماج إسرائيل في المجتمع الدولي في الفترة القادمة؟ يعني هنا ما أقول أن مثلا أمثال بني جانتس وغيرهم يعني وأيزكونوت وبعض القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل يعطوا بالا للشرعية الدولية، ولهذا التغيير في إسرائيل هو عملية ضرورية الآن بما يجري من نقاشات وتفاعلات وآراء مختلفة. ونلاحظ حتى رأي الجمهور الإسرائيلي في استطلاعات الرأي يأتي مؤشر على طبيعة التغيير المطلوب في إسرائيل، وأن هذه الحكومة تقود إسرائيل إلى الهاوية وإلى الانهيار. هذا المواقف الدولية بهذه الطريقة يعني نعم تعزيز من عزلة إسرائيل، خاصة أن بن غفير يتهم الآن الأمم المتحدة أنها عضو في حركة حماس، وهذا ما يجعل الإسرائيلي عمليا قدم 3 مقترحات خلال الساعات الماضية كتعديل على المقترح المصري حسب ما ورد من بعض وسائل الإعلام بأنهم يريدوا عمليا زيادة عدد الأسرى بدل 3 في الأسبوع الأول إلى 7، تغيير يعني موضوع الانسحاب من قطاع غزة إلى عبارة أخرى، وشطب يعني مصطلح الأونروا، يعني عبارة الأونروا شطبها من المقترح. هذا يزيد بالضرورة الضغوط الأمريكية والدولية عليه، وهذا يساعدنا بالضرورة على مزيد من العزلة والمقاطعة يعني السياسية والدبلوماسية والشعبية لإسرائيل في مختلف أنحاء العالم. حتى زيارة يعني نتنياهو للكونغرس قد تجد تظاهرات عارمة ضد هذه الزيارة وانقسام في داخل الكونغرس في هذه الزيارة. إذن إسرائيل تعاني وتعادي المؤسسات الدولية وتعاني. اسمح لي دكتور، يعني هل نرى نتائج لهذا العناء؟
نعم أنت بدأت الآن يعني إسرائيليا كله يتحدث عن ذلك. أضف إلى ذلك اليوم إسرائيل يعني تعيش على وقع أزمة، المواقف الدولية تأخذ طريقها سواء كان بمحكمة العدل الدولية قريبا محكمة الجنايات الدولية. أضف إلى ذلك هذا المأزق الذي تعيش الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي. اليوم الولايات المتحدة عندما طنشت القرار 27-28 صحيح مررته ولكن لم تسعى إلى تطبيقه وحاولت حماية إسرائيل وأعطاها مزيدا من الوقت والوقت والقضاء على حماس. اليوم تذهب الولايات المتحدة تستجدي العالم وتحاول أن تفتح نقاشا يعني مرة أخرى مع روسيا والصين وأعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل هذا المقترح. إذن حاجة الولايات المتحدة لحماية إسرائيل دليل على عزلة إسرائيل والولايات المتحدة والأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة. قد نشهد عشرات المقاطعة يعني عشرات يعني عمليات الطرد يعني لأكاديميين ويعني عدم مشاركة حتى الرياضيين الإسرائيليين في يعني في يعني في النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية والإعلامية والسياسية العالمية. هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وإسرائيل نعم تفهم تماما طبيعة التحدي الذي تعيشه، خاصة أن عمليات يعني الرد والتصريحات المضادة نعم يعني زي ما بيحكوها بيجي يعني بيزيد الطين بلة بهذا الاتجاه وبيجي كحلها بعميها. وبالتالي هذه التصريحات بالعكس يعني هي وثائق إضافية وأسانيد إضافية لنا كفلسطينيين أمام المسؤولين الدوليين الذين لم يكونوا بعيدين عن هذا الهجوم والسلوك الإسرائيلي يعني الذي يتجاوز بالضرورة قواعد يعني القانون الدولي ومرتكزات هذا النظام اللي بيسير عليه العالم. ولهذا نعم نجد أن هناك إنهاك وهناك اعتراف بهذا الإنهاك الداخلي على حجم المقاطعة والتأثير وخاصة تأثير إسبانيا والاعترافات الأخيرة واعترافات الجمعية العامة ومجلس الأمن الذي يجاهد الآن من أجل أن يعني يمرر موقفا واضحا وحازما ينهي هذه الحرب. من رام الله الدكتور أشرف عوكة الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.